وقفتنا اليوم حتى نرفض اغتصاب الطفولة باسم الزواج. المحاكم العراق يوميا يتصدق عشرات ومئات عقود الزواج بعمر صغير، بعمر 12 سنة، عمر 11 سنة، عمر 15 سنة يتم تصديق عقود الزواج. فاليوم احنا وقفتنا اليوم على مود الطفلة إسراء، بس إسراء مو هي الوحيدة، اكو عشرات من عقود الزواج اللي تصدق اول مرة باسم